شاب وشابة. الشاب ده كان في العشرينات من الله عز وجل عليه بالقرآن الكريم، توضأ في بيته استعدادا لصلاة الجمعة، انطلق من البيت للمسجد وفي الطريق حس بآلام، قال خلاص أخطب خطبة الجمعة بعدها يقدر ربنا عز وجل الأمور. وكان رايح يخطب يعني؟ كان رايح يخطب خطبة الجمعة. المهم ما قدرش يوصل للمسجد، نزف اتخذ بالإسعاف من المسجد. على يوم الخميس ثبت أنه عنده سرطان، بدأ مرحلة السرطان، سرطان المخ. بدأ الشاب ياخد علاج كيماوي، الشاب يبدأ يقترب من نهاية العلاج، خلص آخر جرعة كيماوي أقبل عليها الجرعة رقم 14. ما بين الجرعة 14 والجرعة 15 رزقه الله عز وجل بأخت منقبة تحمل القرآن الكريم كاملا، ولكن مريضة سرطان دم، كانت مريضة اسمها نيرمين، كانت مريضة في مستشفى طلبة الجامعة بالأسكندرية. ربنا يقدر انه يتقدم لخطبتها بعد ما خلص اخر جرعة كيماوي في 15 سنة. تبتدي مرحلة نيرمين واحدة واحدة، اذا النفس يروح تبدأ نيرمين برضو مصرة في شهر 8 ان تفضل بنقابها الشرعي، تفضل بزيها الشرعي. خطيب نيرمين موجود قدام انا مركزة، ووالدة نيرمين بعد قام 5 ايام مستديمة في مستشفى الطلبة كما يخرج دكتور محمد إبراهيم من العناية، ويخرج الناس من العناية، ياخذ الخطيب على جنب يقول له إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا صاحب الموضوع ده، أنا حسن عبد ربه صاحب القصة دي. الله عز وجل أراد أن أشفى من مرضي تماما، ولكن الله عز وجل شاء ان انا اعيش. اقص القصة دي، نيرمين ما كانتش بالنسبة لي خطيبة، اقسم بالله العلي العظيم نيرمين توفت، والله ما شفت وجهها لغاية اللحظة دي، والله ما شفتها حية ولا تكشف ولا وجهها. حتى وقت ما طلبت ايديها كانت بتاخد جرعات الكيماوي، رفضت انها تكشف وجهها، وده حقي الشرعي وحضرتك عارف، رفضت ان يكشف وجهها على اساس ما يكونش الكيماوي مأثر على وجهها بصورة معينة، فتشوف مني نظرة من جوه تجرح. اسأل الله عز وجل ان تكون دي رسالة لكل زوجة بتدور ليه زوجي ما حبنيش، تعرف ان العلاقة ما بينها وما بين الله، ما بينها وما بين زوجها علاقة ما بينها وما بين الله مباشرة، وكل الزوجة في شقاق ما بينها وما بين زوجها. يا أختي اتق الله في علاقتك مع الله، يصلح الله ما بينك وما بين زوجك. زي ما حضراتكم سمعتم، هي قصة من قصص الجنة، اللي زي أختنا الشهيدة نيرمين رحمها الله تبارك وتعالى، عريسها ما شافهاش، يعني خطبها ولم يرى وجهها حتى لقيت ربها سبحانه وتعالى. عايز أقول لك لعل هذه حورية من حوريات الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، تلتقيها بإذن الله عز وجل بعد عمر مديد في رحمات الله سبحانه وتعالى، تتزوجها في الجنة.